الاسبوع اللي فات واحنا بنتكلم اتكلمنا عن افريقي بروح الفانيلا الحمراء، اتكلمنا عن جونيور اجاي. الحقيقه تاني يوم سبحان الله كنا بنتكلم عليه قبل المباراه، قبل مباراه المقصه بيوم، تاني يوم الحقيقه لقينا جونيور اجاي عمل لقطه اللي راح وجري وقال للاعيبه كلها تعالوا تعالوا حواليا ونحتفل مع بعض، ولاسارتي من الناحيه الثانيه. احنا كمان عايزين نبقى نعمل مدير فني بروح الفانيلا الحمراء عشان ده مهم جدا. فافريقي بروح الفانيلا الحمراء النهارده عندنا علي معلول. علي معلول الحقيقه مرتبط جدا بجمهور النادي الاهلي، علي معلول قريب جدا من جمهور النادي الاهلي، كل جمهور النادي الاهلي بيحبه، وبالتالي هو افريقي بروح الفانيلا الحمراء. قبل